الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي بقيادة كابتن أشرف عبد الفتاح نجح في حصد العلامة الكاملة خلال الموسم الحالي بعد فوزه بكافة البطولات التي شارك بها الفريق، بداية من البطولة العربية التي أقيمت بتونس نوفمبر الماضي، إضافة إلى حظه البطولتين المحليتين وهما كأس مصر والدوري الممتاز. الفريق يضم العديد من الأسماء البارزة والرنانة، يجمع بين عنصري الخبرة والشباب. يأتي على رأسهم قائد الفريق سيد لاشين وهو كابتن المنتخب الوطني السابق، إضافة إلى خالد عصر ومحمد البيلي لاعبي المنتخب الوطني الحالي، عمر بدير وشادي مجدي وعلي غلاب، وهم من اللاعبين الصاعدين الواعدين. الأهلي نجح في الفوز بالبطولة العربية بعدما تغلب على البحرين البحريني في نصف النهائي، فيما انتصر على قطر القطري في النهائي، علما أن الفريقين تسلحا بالعديد من اللاعبين المجنسين الصينيين، لكن رغبة وروح لاعبي الأهلي دفعهم للفوز والتتويج باللقب الهام. استطاع الأهلي الفوز بالدوري والكأس عبر بوابة نادي إنبي الذي حل في مركز الوصيف في البطولتين، حيث توج الشياطين الحمر بكأس مصر بعد مباراة ماراثونية مع الفريق البترولي، وعاد الأهلي من بعيد للفوز باللقاء واللقب الغالي، كما فاز المارد الأحمر بالدوري بعد فوزه على إنبي بنتيجة 4-0 في ختام دورة المجمعة الثانية التي أقيمت على صالة مدينة نصر منذ أيام قليلة، وحل إنبي في المركز الثاني وجاء نادي الزمالك ثالثا، فيما حل نادي المعادي في المركز الرابع. الأهلي لديه تحدي جديد يكمن في البطولة الإفريقية التي تنطلق يوليو المقبل بنيجيريا، يسعى النصر الأحمر للفوز بها للهيمنة على القارة الإفريقية، مثلما سيطر النصر الأهلاوي على البطولات المحلية والعربية.